طيب هسيب حضراتكم دلوقتي مع جهد محترم جدا لوزارة الداخلية التي لا تتوانى يوما عن تقديم الضربات في مكافحة الجريمة وتحقيق الأمن وإعادة الحقوق لأصحابها، ثم حذها بلا الفاصل. وبعد الفاصل حبدأ حواري في آخر النهار، والحوار النهاردة حوار عزيز لأنه مع شخص عزيز وصديق عزيز وكل حاجة فيها له علاقة بالعزيز، ولن أحرق المفاجأة بعد الفاصل. أعز الأعزاء ضيفي في آخر النهار. لحظة خروج مسجل خطر من إحدى العمارات بالقاهرة بعد سرقته خزينتين من شقة بها سجلتها كاميرات المراقبة. بداخل الخزينتين كميات من المجهولات الذهبية والألماز إضافة إلى مبالغ نقدية، وتقدر قيمة المسروقات بثلاثة ملايين جنيه. متاخد من الشقة خزنتين وبعض الشنط، الخزن فيها مجوهرات تخص مراتي ومرات ابني، والحقيقة تعاملوا مع البلاغ من أول لحظة بمنتهى الجدية. فريق البحث المشكل من مديريات أمن القاهرة لكشف غموض الواقعة استعان بكاميرات المراقبة والتقنيات الحديثة وأجرى التحريات، وتمكن من ضبط الجاني بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن الإسكندرية حال اختبائه بشقة سكنية مستأجرة بالإسكندرية عثر فيها على الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة وساعة يد، وبإرشاده تم ضبط سيارة من متحصلات السرقة والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة. خدت خزنتين ونزلت، لما كسرت الخزنتين لقيت فيهم ذهب، ذهب كتير، ورحت بعت الذهب اشتريت عربية. ده كان البحث قد مسكتني من اسكندرية. وأرشد عن باقي المسروقات لدى عميل له بالقاهرة تم ضبطها أيضا، وبإرشادهما تم ضبط باقي المسروقات لدى عملاء لهما، نجح فريق البحث في ضبطهم وإعادة المسروقات. وتستمر نجاحات أجهزة وزارة الداخلية في فك ألغاز الجرائم وضبط مرتكبيها بفضل التنسيق والتكامل بينها ودقة التحريات والمعلومات.